نازل ليه الانتخابات بقى؟ عشان بلدي وعشان السيسي وعشان البلد تقف على حيل. انتخب البلد والحاجات الحلوه بتاعت البلد. انت شغال ايه يا حاج علي؟ انا بشتغل. انا عندي حديقه معوش. هتسيب شغلك وتروح تنتخب ان شاء الله؟ انا رايح دلوقتي. رايح دلوقتي ان شاء الله. طب والاولاد جايين معاك ولا لا؟ لا انا ما عندي عيل واحد بس وعيلين متوفين. طب الناس اللي مش بتنزل لغايه دلوقتي لسه ما نزلتش هتقول لها ايه؟ يا عم الحاج دول ينزلوا وينتخبوا ويدافعوا على بلدهم ويدافعوا على شعبهم ويدافعوا على يقول انتخب عشان الراجل ده واقف على حيله. الراجل ده واقف وبياخد في نفسه ليل ونهار التيس عشان يوقف البلد. يعني لازم تساعدوه، نقفوا جنبه. طبعا. الرئيس الرئيس محتاجنا يعني. طبعا محتاجنا ومحتاج اي حد مننا، محتاج اي حد من البلد. البلد تقف جنب منه والشعب يقف جنب منه. هو بيدافع لنفسه وبيسافر بره وبيسافر هنا وبيسافر هنا وبيسافر دول الخارج عشان مين؟ عشان الشعب، عشان الجيل اللي هيطلع اللي بعدين. يعني انت نازل مش عشانك انت، نازل عشان الجيل اللي بعدين. طبعا. امال ايه؟ الجيل اللي بعدين واحنا هنشوف حاجه. الجيل اللي بعدين هيشوف الحاجات اللي هتتعمل في التويت وقناه التويت وفي كل حته وتينا وفي كل حاجه. المصانع دي كلها اللي بتتعمل عشان الجيل اللي طالع دي، مش الجيل اللي هو 71 سنه و80 سنه. لا يا فندم، لا لا يا فندم، لا. الله يكفيك شر المرض. ربنا يديك الصحة. ربنا يحميه، ربنا يحميه السيسي ويقف جنبي. ربنا يحميه وينطره على عدوي.